حضراتكم من جديد. هنتكلم في الفقرة دي عن موضوع مهم جدا، لأن يعني بعد قليل هيطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وده بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر اللي بيرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. تفاصيل أكتر احنا كمان حابين ان احنا نعرفها من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وصباح الورد واهلا بيك. صباح الخير، اهلا استاذة معانا. في البداية احنا عايزين نعرف ايه المقصود بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ هو طبعا اولا صباح الخير عليكي، صباح الخير على الاستاذ كريم، صباح الخير على الساده المشاهدين. الحقيقه ده يوم تاريخي في مصر، لانه راس الدوله السيد الرئيس بنفسه سوف يطلق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. الحقيقه ان دي يعني كان عليها عكفت عليها اللجنه العليا لحقوق الانسان لوقت طويل، واللجنه العليا هي مشكله من، هي تتبع وزارة الخارجية، وهي مشكلة تقريبا من كل أطياف الحكومية، ممثلة فيها كل الجهات السيادية، ممثلة فيها كل المجالس القومية، المجلس القومي للطفولة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لشؤون الإعاقة، كمان كل الوزارات ذات الصلة زي وزارة التضامن الاجتماعي وزارات أخرى، بقرار طبعا صدر منذ وقت طويل من مجلس الوزراء وتتبع وزارة الخارجية. استعانت اللجنة ببعض الخبراء من الخارج، من المجتمع المدني، من المجلس القومي لحقوق الإنسان، من الشخصيات العامة، علشان تضع إطار الاستراتيجية خلال 5 سنوات القادمة إزاي هتبقى طريق إلى حقوق إنسان متزنة في مصر، إنها تواكب كل الأحداث العالمية وتتعامل مع الآليات الدولية. وعشان كده حطوا استراتيجية، هذه الاستراتيجية تعمل في كل الاتجاهات وفي كل المجالات، لها محاور. هذه المحاور يعني خدت تقريبا 4 أشكال. أنا جايب تقرير، ده كان قرار اللجنة المشكلة، حطت مبادئ ترتكز عليها أولا، وبعدين حطت محاور وحطت مخرجات لهذه الاستراتيجية. وعشان نتكلم مع رجل الشارع العادي ونقول يعني مش عايزين كلام الكبير المكلكع، يعني لأنه يعني حقوق الإنسان دي بتدخل كل بيت. ايوه، انا بقى عايز اقف عند النقطه دي عشان نعمل عليها هايلايت، لانه احنا كصوره ذهنيه حتى في مجتمعنا المصري وحتى من خلال الاعلام والصحافه والدراما، انا بتكلم بقى في الاساس، حقوق الانسان دي اول ما بنسمعها بتبقى مرتبطه بحاجتين، يا الاسم يا السجون وخلاص على كده. بس حقوق الانسان هو معنى اشمل لحاجات كتير، وده اللي كان حضرتك تقريبا كنت لسه هتبتدي توضحه، فعايزين نوضحه بقى. يعني عايزين نوضح مفهوم حقوق هو الإنسان. المبادئ يعني اللي حطيتها الاستراتيجية، أول حاجة تأصيل الكرامة الإنسانية، تاني حاجة احترام مبدأ المواطنة، سيادة القانون واستقلالية القضاء، تالت حاجة التشديد على الترابط ما بين الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، ورابع حاجة عدم وضع أي قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها القانون، واخر حاجه صيانه الضمانات الدستوريه في مجال حقوق الانسان والالتزامات بالاتفاقات الدوليه التي وقعت عليها مصر. دي المبادئ التي استندت اليها اللجنه علشان تعمل الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. طيب حضرتك تحدثت عن حاجه مهمه جدا، هي طبعا ان مصر موقعه على اتفاقات يعني لها علاقه بحقوق الانسان. احنا دلوقتي يمكن على الهواء بنرى ده بس مباشر على الهواء، طبعا وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاطلاق طبعا هذه الاستراتيجيه الخاصه بحقوق الانسان، يصل طبعا الى العاصمه الاداريه.
وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما احنا شايفين دلوقتي على الهواء مباشرة، ونحن نتحدث عن هذه الاستراتيجية اللي بتعتبر هي أول استراتيجية طبعا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من نوعها في مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنا بنتابع دلوقتي وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمه الاداريه لطبعا تدشين هذه الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان الاولى من نوعها في مصر. واحنا طبعا معنا في الاستوديو الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان نتحدث عن هذه الاستراتيجيه. يعني دكتور صلاح، حضرتك كنا بنتكلم على الاتفاقات اللي موقع عليها مصر الخاصه بحقوق الانسان، وحضرتك تحدثت عن المبادئ الخاصه بهذه الاستراتيجيه. عايزين نتحدث عن المحاور. يمكن هناك أربع محاور لهذه الاستراتيجية، يعني محور السياسة والاقتصاد والمدنية والثقافة والاجتماعية. تم اختيار هذه المحاور بناء على إيه فندم؟ وإزاي هذه الاستراتيجية هتقدر تضمن هذه المحاور وحقوقها للمواطن المصري؟ قبل ما اقول المحاور، عايز اقول ان انا شخصيا بحيي السيد الرئيس على انه بنفسه سوف يطلق هذه الاستراتيجيه. هذه الاستراتيجيه مع الدقائق القليله القادمه فيها ترقب، على فكره ترقب داخلي وخارجي وفي كل العالم. ماذا سيقول السيد الرئيس عن الاستراتيجيه لحقوق الانسان؟ احنا عارفين ان احنا في السنوات الماضيه كان في نوع من التربص بالضبط بمصر في بعض الملفات، ولذا كان اليوم الترقب الداخل والخارج، ماذا سوف يقول الرئيس في هذه الاستراتيجية، ماذا سوف يطلق. الحقيقة انه يعني احنا امام فتح للمجال العام في الخمس سنوات القادمة قد يكون غير مسبوق من خلال هذه الاستراتيجية. والحقيقة أنه المحاور اللي ارتكزت عليها الاستراتيجية مش بس زي ما قالت الأستاذة مها أن هو الحقوق المدنية والسياسية، ده محور، بس هو لما حضرتك قلتي أنه بيجي لنا على ذهننا الاسم والسجون وهكذا فقط بكلمة حقوق الإنسان، هو ده جزء من محور. على فكرة اداله السيد الرئيس في هذه الاستراتيجية مساحة كبيرة. هو ده اللي انا عايزه اوصله للناس، ان ده بيبقى ان معنى حقوق الانسان مش معناها بس فقط فيما يخص هذا الملف اللي هو الملف الامني، ولكن حقوق الانسان يعني الانسان بالمفهوم الشامل. بالمفهوم الشامل صحيح. تمام. الحقوق المدنيه والسياسيه طبعا هيفرض ليها يعني تفاصيل. ثاني محور الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه، ده محور ثاني. المحور الثالث هو حقوق الانسان للمراه والطفل والأشخاص ذوي الإعاقات والمسنين والشباب، ده المحور الثالث. المحور الرابع هو التثقيف وبناء الإنسان في مجال حقوق الإنسان، ده المحور الرابع، وأنا بعتبره شخصيا ده الأهم. إن أنت كيف إن أنت توصل ثقافة حقوق الإنسان لكل بيت في مصر، في المدارس، في التعليم، في غيره. هنتكلم على كل على حدة من هذه المحاور، لأنه كل محور يعني تحتيه كذا عنوان. وبناء الإنسان هو الأساس، لأن بدون التركيز على بناء الإنسان مش تعرف أصلا ترتب العناصر اللي قبلها يعني. بالضبط. أنا عشان كده بقول لحضرتك أنه ده أهم محور، هو المحور الرابع صحيح، لكن أن احنا نبني ثقافة حقوق الإنسان من الطفل حتى يعني اللي هتتعلمه وانت صغير هيفضل مستقر في ضميرك ووجدانك إلى ما طول العمر. ازاي بقى المواطن يقدر يستفيد من هذه الاستراتيجية ويفهمها ويستوعبها ويطبقها؟ ازاي يقدر يستفيد؟ هي طبعا لا شك انها معمولة لخدمة المواطن، واذا كانت معمولة لخدمة المواطن يبقى لابد انه هيستفيد منها. هيستفيد من ايه؟ هيستفيد من حاجات هيطلبها دلوقتي سيادة الرئيس شوية حاجات كده معينة هيطلبها من وزارات، هيطلبها من مجلس نواب عشان صياغة التشريعات، هيطلبها من الجهاز الحكومي. الحقيقة الجهاز الحكومي للدولة كله لازم يكون على الهوا معانا دلوقتي مع السيد الرئيس علشان
انا بعتذر. يعني احنا دلوقتي دكتور صلاح هننتقل لنقل حي للعاصمة الإدارية، وكما نتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن يعني يشهد او يعني هو موجود دلوقتي حاليا زي ما حضراتكم شايفين، هو دلوقتي يعني بيبدا الى دخول القاعه، دخول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى القاعه لتدشين الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. نتابع.